أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل المسار السياسي بعد تصريح الحكومة بوجود ضغوط عليها للقبول بتسوية على حساب المرجعيات الدولية. قال وزير الخارجية إن الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة من شركائها الدوليين رغم إقرارهم أن الإشكالية تكمن في ميليشيا الحوثي التي لا تحترم القانون الدولي والإنساني. ولفت خالد اليماني إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث مارس ضغوطا شديدة على الحكومة والتحالف منذ اللحظات الأولى لتوليه الملف اليمني، مشيرا إلى أن تقييم الأمم المتحدة في الجانب الإنساني غير منصف. التحركات الأممية وفقا لمراقبين تأتي في ظل سعي حثيث لتسويق حل لا يحوي في مضمونه أبعاد المشكلة ولا ينظر إلى مسببات الحرب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدم الحكومة لتجاوز الضغوط الأممية؟ وهل يمكن إيجاد حل سياسي بدون الالتزام بالمرجعيات الثلاث الدولية؟ نتابعوا التقرير التالي ثم نعود لبدء النقاش. نشاط دبلوماسي مكثف للخارجية اليمنية باتجاه معاكس للتحركات البريطانية والأممية. يرتكز هذا النشاط على انتقاد واضح للسياسة البريطانية تجاه اليمن وتقديم مبادرة جديدة بخصوص الحديدة. تنص مبادرة الحكومة على خروج شامل لميليشيا الحوثي من جميع مناطق الساحل الغربي بما فيها مدينة الحديدة وميناؤها وميناء الصليف وراس عيسى. الحكومة وعلى لسان وزير الخارجية خالد اليماني قدمت ضمانات للجانب الأمريكي بتحويل موارد الموانئ إلى البنك المركزي والإشراف الأمني المباشر على الساحل الغربي والحديدة. وأكد اليماني خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن قوات أمنية تتبع وزارة الداخلية هي من ستتولى إدارة المناطق حال انسحاب ميليشيا الحوثي منها. اليماني أوضح للسفير الأمريكي أن انسحاب الحوثي يتفق وقرار مجلس الأمن 22/16، وهو ما فسره مراقبون بمثابة اعتراض على مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث والتي لا تتضمن انسحاب الحوثي من مدينة الحديدة. الاعتراض الحكومي على المقترحات الأممية أتى في ظل الضغوطات المتواصلة من المبعوث الأممي على الشرعية، وهو ما جعل اليماني يتهم الأمم المتحدة في تصريحات لوسائل الإعلام باستثمار الحالة الإنسانية في اليمن لصالح تحقيق نتائج سياسية ولو على حساب المرجعيات الدولية. رعاية بريطانيا للملف الإغاثي في الأمم المتحدة تتعارض بنظر اليماني مع مسؤوليتها عن ملف اليمن في مجلس الأمن، الأمر الذي جعل الشرعية تتجه لتقديم مبادرتها الخاصة وفق المرجعيات الثلاث المعلنة والمعترف بها دولياً. إذن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. بداية دكتور، يعني الأمم المتحدة يقال أنها ستقدم حلا لا يتضمن المرجعيات الدولية الثلاث، هل يمكن ذلك؟ أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية لو يعني ثبتت على موقفها في ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث لابد أن تنصاع الأمم المتحدة، ليس الحكومة اليمنية وإنما لمقرراتها لإقراراتها الدولية. هذا معيب طبعا لو أحسنت الحكومة اليمنية استثمار مثل هذه الحالة، معي في حق الأمم المتحدة أن تصدر قرارا دوليا تحت الفصل السابع ثم تسعى لنقض هذا القرار، لنقض قرارها هي وليس بقرار آخر، وإنما بإجراءات تنقض مقررات القرار 22/16. لكن دعيني أشير إلى نقطة مهمة، لكن هنا يعني عند هذه النقطة اسمح لي دكتور، يعني ليست كل قرارات الأمم المتحدة نافذة، يعني هناك قرارات لم يتم تطبيقها حتى الآن ولا يعني يظهر أنها ستطبق، فبالتالي يعني حديث غريفيث أنه يعني منذ البداية وهو يشكل ضغط على الحكومة اليمنية بالتخلي عن بعض الشروط، يعني كيف يمكن قراءة ذلك؟ كون القرارات الدولية غير نافذة في ملفات كثيرة وفي دول كثيرة في المنطقة والعالم شيء، وكون الأمم المتحدة ذاتها هي التي تسعى إلى أن تنقض هذه القرارات هذا شيء آخر. أنا أعتقد أن هذا لم يكن لك الحالة اليمنية، لكن دعيني أقول بأن القرار الدولي 22/16 صادر تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، وبالتالي مشروعية التحالف العربي، مشروعية العمل العسكري اليمني الحكومي ضد دولة الانقلاب مستندة إلى الشرعية الدولية في هذا القرار،
ونقطة أخرى مهمة، وهي في تصوري أن كثافة الضغوط على الجانب الحكومي اليمني مأتاها من شيء واحد، وهو أن الحكومة اليمنية تبدو للمبعوث الدولي وللمبعوثين الدوليين وللسفراء تبدو أنها في موقف أضعف، وأنها في موقف الذي يمكن أن يقدم التنازلات. عندما أعطت الحكومة هذه الرسالات الخالدة للمبعوثين الدوليين وللسفراء لأنها يمكن أن تقدم التنازلات، فلا شك أن السفراء وأن المبعوثين الدوليين سيكثفون ضغوطهم على الجانب الحكومي. نعم، إذا اسمح لنا دكتور محمد أن ينضم معنا الدكتور منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. مساء الخير دكتور منصور. مساء النور، أحب أمسي عليك وعلى ضيفك الدكتور محمد. أهلا بك. الحقيقة إني لم يعني الصوت لم يساعدني فيما تفضل به الدكتور محمد. نعم لا مشكلة، سأحاول أنا أن أرفع صوتي حتى يصل إليك جيدا. ونتحدث فقط عن قول وزير الخارجية أن الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة من شركاء الدوليين لتغيير الاتفاق جديد ربما لا ينتج عن يعني أن يكون من ضمنه المرجعيات الثلاث. هل توافق الحكومة على مثل هذه الضغوط؟ هل ترضخ؟ يا أختي العزيزة، أنا أحب أكد لك أن الحكومة اليمنية قدمت العديد من التنازلات من أجل تجاوز هذه الضغوط الأممية، ومن أجل في المقام الأول شعبنا اليمني الكريم، ومن إجلال إحلال السلام الدائم والشامل، وأكد على ذلك أكثر من مرة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذهبت الحكومة إلى مفاوضات كما تعرفون في جنيف والكويت، وقدمت العديد من التنازلات. وقبل لو تذكروا الوفد الحكومي المفاوض بالورقة الذي قدمها المبعوث السابق ولد الشيخ، لكن هذه الميليشيات رفضت تلك الورقة ورفضت كل الحلول التي تجنب شعبنا اليمني الدمار والقتل. ما أحب أؤكد عليه هنا أن استمرار الحكومة في سعيها للسلام والحل السياسي من خلال المبعوث الدولي الجديد مارتن، الحكومة ترحب بأي جهود يعني يبذلها المبعوث الجديد، وقد التقى القيادة السياسية في عدن وفي الرياض في الفترة الأخيرة. لا يمكن يعني أن يكون هناك حلول أو أن يكون هناك سلام بدون المرجعيات الثلاثة، لأن هذا تناقض يعني من المجتمع الدولي. كيف أن يأتي بقرارات يعني من خلال مجلس الأمن ومن خلال المرجعيات الثلاثة وأن يقوم بالالتواء عليها؟ نعم، إذن في ظل ربما دكتور يعني الأمم المتحدة تجد من قبل الحكومة تقديم العديد من التنازلات كما ذكرت، ربما هي تضغط عليكم بهذا الاتجاه لأنها تجد أنكم ربما الساعين أكثر للسلام كما تفضلت، وتجد تصلب موقف الحوثيين يعني نتيجة لذلك. لا تعتقد أنه ستظل تمارس هذه الضغوط؟ لا اعتقد يا اختي، لان احنا قبلنا من اجل شعبنا ومن اجل احلال السلام، قبلنا يعني بوقف العمليات العسكريه، وكان الجيش وقوات الشرعيه يعني على يعني داخل مدينه الحديده، وقبلنا باشراف فني للامم المتحده في ميناء الحديده. كل هذه تنازلات من اجل السلام ومن اجل شعبنا ان ينعم بالامن والاستقرار، لكن اننا ان نتنازل او ان يكون هناك تنازل عن المرجعيات الثلاثه، هذا الذي لا يمكن أن تقبل به الحكومة اليمنية. نعم، إذا أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني حديث السيد خالد اليماني يتحدث أن تقييم الأمم المتحدة في الجانب الإنساني غير منصف لما يحدث. تعلم تماما من يعرقل جهود السلام والجهود الإنسانية أيضا التي تبذل في الحديدة، ولكن لا تأتي أي ضغوط لجانب الحوثيين، ولكن الضغوط دائما تمارس للحكومة. لماذا برأيك؟ طبعا انا ذكرت بان الضغوط تمارس على الحكومه، لان المبعوث الدولي والسفراء عندما يلتقون بالمسؤولين اليمنيين يقولون لهم بكلام مزوق بانكم انتم المسؤولون وانتم الجهه الرسميه وانتم الدوله، وبالتالي انتم الاحرص على الشعب والمسؤولون امام الجهات الدوليه الاخرى، فعليكم انتم ان تراعوا هذه المساله. هذا ما يقال للمسؤولين اليمنيين، لكن هذه مغالطه كبيره في تصوري، لانه لا ينبغي بالاساس ان يطالب طرف بالتنازل دون طرف اخر، لان هذه العمليه تشجع على الطرف الاخر على المضي قدما في عناده. انا اتصور ان تقييم التنازلات من قبل الحكومه اليمنيه
ليس في صالح الشعب اليمني وليس في صالح السلم والاستقرار كما تفضل أخي الدكتور، وإنما في صالح تعنت الميليشيات الحوثية في موقفها. والنتيجة معروفة، يعني لو أن التنازلات التي قدمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة وآخرها التنازل عن السيادة، سيادة الحكومة اليمنية وسيطرتها على ميناء الحديدة، لو أن هذه التنازلات تؤتي أكلها وثمارها لوجدنا ذلك ولمسناه، لكن العكس هو الموجود. أنا أعتقد أن على الحكومة أن تجرد أن تكون قوية في لحظات معينة وفي فترات معينة من الماضي القريب والبعيد خلال ثلاث سنوات الماضية كانت الحكومة متشددة ومصددة، ليس متشددة وإنما في المواقف الحقيقية التي يجب أن تكون، ورأينا أن المجتمع الدولي انصاع لهذه المواقف كما حصل مع خطة كيري التي أراد العالم أن يسوقها وأن يفرضها على اليمنيين ورفضها الرئيس هذه حينها ولم يحصل شيء. المسألة تحتاج إلى نوع من إرادة شجاع لرفض كل ما يمكن التعارض مع المقررات والمراجع الدولية، وهذا خليجية حوار وطني وقرارات دولية، هذا هو الأصل لدينا أقصد الكلمة انقلاب واضح مكتمل الأركان لا يعترف به أحد من العالم. لماذا يراد أن يشرع هذا الانقلاب؟ كل انقلابات في العالم تواجه بإدانة سواء في أفريقيا أو في أوروبا في آسيا عفوا وفي غيرها من الأماكن في أمريكا اللاتينية تواجه بإدانة واضحة. في انقلاب اليمن يراد الحكومة أن تتحاور مع انقلابين واضح لا يعترف به أحد حتى الذين يأتون إلى قولهم بالمفاوضات لتفاوضهم يعترفون أصلا بهذا الانقلاب. لماذا في بلادنا يراد بهذا الانقلاب شرعا؟ نعم، إذن ربما هناك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي من نيويورك إبراهيم القاطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن هناك من يرى أستاذ إبراهيم أن هناك ضغوط معينة ربما تواجهها الأمم المتحدة وبالتالي هي توجه ضغوط للحكومة، هل تتفق مع هذا القول حيث أنه تم ربما تغير شكل التعاطي مع الحكومة اليمنية، هل تتفق مع ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك. إذا كنا نتحدث على الأمم المتحدة فنحن نتحدث على مجلس الأمن، ومجلس الأمن لدي هناك قرارات بهذا الخصوص وهو لدعم الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب. أنا لا أدري عن أي حديث يتحدثون وعن أي خبر يتحدثون بما يخص أن هناك ضغوط تمارس على الحكومة اليمنية. أنا في اعتقادي لا يوجد أي ضغوط ولا حتى أدوات ضغوط تمارس على الحكومة اليمنية. لماذا سيصرح وزير الخارجية بهذا الشكل؟ يعني من يعرقل أستاذ إبراهيم، يعني وزير الخارجية كان واضحا في تصريحه أن هناك ضغوط تمارس على اليمن منذ تولي مارتن جريفيث الملف اليمني، يعني لما سيصرح بمثل هذا الحديث ولا يوجد؟ لا نتحدث عن، يعني لا نعلم ما هي نوعية الضغوط التي تمارس على الحكومة اليمنية. أطراف الحديث ليس واقعا، يعني إذا تكلم لا يستطيع حتى المبعوث الأممي أن يمارس ضغوطا دون الرجوع إلى المرجعيات الثلاث ودون الرجوع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يجب على المبعوث الدولي أن يلتزم به. فإذا كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يتحدث بهذه الطريقة فيقول للشعب اليمني ما هي نوعية تلك الضغوط. نعم، إذا اسمح لي أن أنقل سؤالك أستاذ إبراهيم لضيفنا الدكتور منصور بجاش ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإنسانية، برأيك يعني هل حدثتنا أستاذ منصور عن شكل هذه الضغوط التي تمارس على الحكومة اليمنية كما تفضل ضيفنا عبر الهاتف إبراهيم القاطبي؟ أختي أحب أؤكد لك أن الضغوط لا تخرج عن المرجعيات الثلاثة، ولن نقبل بأي ضغوط تخرج عن المرجعيات الثلاثة. كل الضغوط التي أتت من أجل إيقاف العملية العسكرية من أجل التفاوض وإحلال السلام وقبلنا بذلك، ربما تكون في اتجاه يعني إيجاد فنيين في ميناء الحديدة وقبلنا بذلك. هذه أنا أعتقد ما يقصدها معالي الوزير أنه في هذا الاتجاه أو في هذا المنحى، لكن أنها توجد أو تمارس ضغوط على الحكومة اليمنية من أجل خلق حلول سياسية خارج إطار المرجعية الثلاثة هذا غير صحيح ولن نقبل به.
نعم. إذا في التحركات الأخيرة ل يعني الأمم المتحدة بدأ المبعوث الأممي تخوفا من مآلات الوضع الإنساني في الحديدة أمام عدم جدية، يعني لا يوجد هناك جدية من قبل الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بتسليم الحديدة، يعني هل يمكن القول أن الأمم المتحدة استجابت لشروط الحوثيين بعدم تسليم الحديدة؟ أنا أتمنى أن تكون الأمم المتحدة يعني لا تكون بهذا التصور، لأنه حقيقة طالما الساحل الغربي أو الحديدة توجد لدى هذه الميليشيات ستظل يعني تستمر في الحرب وفي الدمار وفي قتل الشعب اليمني، لأنه الساحل الغربي إذا كان بمنع عن ما تقوم به الميليشيات الحوثية سيكون هناك إحلال سلام وستقبل بالمرجعيات الثلاثة. طالما وظل الساحل الغربي وميناء الحديدة يعني عفوا في يد هذه الميليشيات سيستمر تهريب السلاح وسيستمر الدور الإيراني، وستظل هذه الميليشيات تقوم بالعبث ما يعمل على هدم وتدمير الشعب اليمني ولن ترضخ بسلام. نعم. إذا ما الذي يمكن على الحكومة أن تقوم به في ظل هذه الأوضاع؟ حقيقة كما تعرفين أتت هذه الفرصة قبل فترة ورفض الحوثيين الانصياع لهذه الفرصة، وعندما رأوا الحكومة وقوات الشرعية بإسناد من قوات التحالف وبدعم من قوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، قامت يعني من أجل كسب الوقت ومن أجل إعادة أو ترتيب صفوفها بالطلب أنها ستنظر في هذا المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من أجل الحديدة وميناءها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هل يمكن القول أن الظروف مهيئة اليوم لمفاوضات أم أنه ما زال باكرا على الحديث على ذلك؟ أنا في اعتقادي أنه الوقت مبكر. أنا في الأيام القادمة لن نرى لا حل عسكري ولا حل سياسي، لأن ذلك يعتمد كله على الأجندة. الآن الحل في اليمن يعتمد على الأجندة الخارجية، على الأجندة الأقليمية، والأجندة الأقليمية والدولية ليس في صالحها الآن أي حل سياسي أو عسكري. المشكلة تكمن في أن التحالف العربي الذي أجى من أجل السعادة الشرعية أو كما يقول أضعف الشرعية، يعني لا نستطيع الحديث عن سلام، لا يوجد هناك ولا يوجد هناك حكومة مركزية وحكومة شرعية قوية أو على الأقل تسيطر على الوضع وعلى الأوضاع التي هي في المناطق التي يجب أن أو تسيطر عليها الشرعية. هناك يعني عدة مشاريع متضاربة، كما تعرف المشروع السعودي الإماراتي في اليمن وهو احتلال السواحل والجزر والمواقع الاستراتيجية في اليمن، الحوثيين ينطلقون بأجندة إيرانية وهذا متناقضة أيضا مع الأجندة السعودية الإماراتية. بقينا الآن أين الشعب اليمني وأين الحكومة الشرعية من كل هذه المعادلة؟ وأنا أعتقد أن معادلتهم ضعيفة. لا يستطيع أحد أن يقول أن المجتمع الدولي سيمنع أي دولة من تحرير أراضيها، هذا كلام يجب أن لا يمر على عقولنا كيمنيين. إذا أرادت الحكومة الشرعية وكان هناك دعم من قبل التحالف لإنهاء تواجد الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، لا أعتقد أن أي دولة تستطيع الوقوف ضد هذا المشروع. لكن مشكلتنا في اليمن أن هناك مشاريع متضاربة كما ذكرت في الجنوب وفي حضرموت وفي عدن وفي مناطق أخرى لا تدعم الشرعية وأضعفتها وعليه أوصلتنا إلى هذا النوع من التفتت وإلى هذا النوع من الضعف. نعم. إذن في إدارة الملف السياسي والملف التفاوضي وملف السلام في اليمن. فلذلك احنا بحاجة إلى الشعب أن يتحرك أولا أن يدعم الشرعية، أن يكون هناك مؤسسات للدولة في المناطق التي تسيطر عليها، وأن يكون هناك كتلة واحدة، أن لا توجد ميليشيات خارج الحكومة الشرعية، أن ينطلق اليمنيين، أن يكون هناك حراك شعبي وتعبية شعبية لأجل إنهاء الانقلاب، وأيضا وضع حد لما تقوم به الإمارات والسعودية في اليمن إذا أردنا استعادة الدولة والمسار السياسي
والحقوق في اليمن، ولا تستطيع الأمم المتحدة أن تجبر اليمنيين أو غيرها على أن يكون هناك ميليشيات خارج الدولة، وأن الحوثيين يبقون كما هم بالانقلاب وحاملين السلاح ويقتلون اليمنيين ويهجروهم بهذه الطريقة. لكن يجب دعم الحكومة ويجب إضعاف الحلقة التي تقوم من خلالها الأداة التي تقوم من خلالها التحالف، إضعاف الحكومة الشرعية. نعم، في ظل ضعف الحكومة أستاذ إبراهيم، يعني وأيضا الضغوط التي تمارس عليها من قبل الأمم المتحدة ورغبتها في يعني استثناء المرجعيات الثلاث، برأيك يعني ما هي الأرضية التي تريد الأمم المتحدة والمحددات التي تريدها للانطلاق بحوار جديد؟ أنا في اعتقادي أن دائما الأمم المتحدة هي أداة سياسية، يعني فقط لجلب المتحاورين بغض النظر عن أجندتهم، هم يودون الحصول على أي حوار وأي توافق مهما كانت أجندته، وحتى ولو كانت أجندته متضاربة مع طموحات الشعب اليمني وهي استعادة الدولة وبناء دولة عادلة لكل اليمنيين. كما تعرفين من يدير الأمم المتحدة حقيقة هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن هذا لديه مصالح ينطلق من خلالها، لكن السؤال دائما أين مصالحنا كيمنيين، أين مصالح الشرعية، أين أهدافنا، أين تخطيطنا الاستراتيجي، ما الذي يجب أن نقوم به لإنهاء الانقلاب، لإرقام الميليشيات، يعني لتسليم سلاحها، ومن ثم الدخول في حوار أي ترقيع جديد سواء كان من الأمم المتحدة أو من غيرها من الدول من أجل التصالح أو من أجل خلق حل سياسي. أنا في اعتقادي هو مجرد يعني سيخلق مشكلة جديدة وسيواصل الحرب، وإنما سيخلق فقط استراحة مقاتل، وهذا لا يبحث عنه، وهذا ما لا يبحث عنه الشعب اليمني. الشعب اليمني يبحث على يعني سلام وسلام، يبحث على دولة مدنية لكل المواطنين، يبحث على إنهاء تواجد الميليشيات وسحب السلاح منها، أيضا يبحث على دولة عادلة ومحاكمة المجرمين والقتلة الذين كانوا سبب في الحرب. غير ذلك هو مجرد يعني خلق حروبات أخرى، صراعات أخرى، والذي سيتضرر منها هو الشعب اليمني، ولن يخدم إلى المصالح الخارجية التي هي أساسا ضد المصالح اليمنية وضد السلام وضد استدامة الأمن والاستقرار في اليمن. نعم، إذا نصل إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، كونوا برعاية الله وأمنه.